في البداية نعزي قيادتنا وشعبنا الأمة العربية والإسلامية بوفاة المقبور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أكيد أن الوطن فقد قائدا استثنائيا أحبه الشعب والعالم أجمع، قائد أعطى الكثير وترك بصمات إيجابية في كل مكان. المقبور له بإذن الله الشيخ خليفة هو امتداد للمقبور له بإذن الله الشيخ زايد، حمل نفس النهج ورسخ مبادئ التعايش والتسامح والسلام، ومكن المرأة ووفر كل الظروف المناسبة لحياة سعيدة، ومد يد العون للدول الصديقة والمحتاجة في كل الأوقات. خليفة قائد لن ينساه العالم. إن دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقدت برحيل الشيخ خليفة قائدا حكيما نذر حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية ومواصلة مسيرة النهضة التي بداها المقبور له بإذن الله الشيخ زايد، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجا رائعا في تحقيق التنمية المستدامة محليا وعالميا. وستبقى مبادئ حب الخير والعطاء والتسامح التي غرسها فينا خلال مسيرته القيادية مشعل نور نهتدي به وتهتدي به الأجيال الجديدة. ما قدمه المقبور له الشيخ خليفة للعمل التنموي والإنساني أبهر العالم كله، وجعل اسم الإمارات راسخا في كل مكان، كما كان محبا للرياضة وداعما لها ومشجعا لأبناء الرياضية. ولكن لن ننساه من دعوة. نعم. طيب كذلك سمو الشيخ، يعني ترشيح وانتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ومباركتهم له ونظرتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة بأنه امتداد للمغفور له الشيخ زايد المؤسس وامتداد لكذلك مرحلة التمكين، ماذا اليوم كيف تنظرون إلى هذه المرحلة القادمة بعد انتهاء أو بعد مضي مرحلة التمكين والبناء والتأسيس؟ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قائد فريد أسهم بنهضة الإمارات وجعل الدولة في أعلى مراتب التقدم بفضل الله وبفضله. أصبحت قواتنا المسلحة أقوى واقتصادنا ينمو من دون توقف وتعليمنا أفضل وبنيتنا التحتية أكثر متانة والصحة في أفضل حال. فكر صاحب السمو الشيخ محمد متقدم وسابق للعصر، وهو يقرأ المستقبل بروح من الأمل والتفاؤل، فسموه يريد أن يسعد الجيل الحالي والأجيال القادمة ويوفر استقرار للمدى البعيد. سموه حريص جدا على إضافة لبنات جديدة للبناء والتطور. نحن على ثقة كبيرة من أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيرسخ مكانة الإمارات بصفتها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني، ويصنع السلام ويجعل جسور التعاون مع البلدان الأخرى أقوى بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق الازدهار والتنمية المستدامة. سنبقى على العهد وسنعمل تحت قيادة سموه بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإخلاص لمواصلة مسيرة النماء والبناء والوصول إلى أعلى المراتب. وفي المجال الرياضي فسموه معروف في هذا المجال وتوجيهاته السديدة دائما تصب في خدمة الرياضة والرياضيين، وهو من جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية وقبلة لنجوم العالم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد قائد من طراز فريد، ونحن محظوظون بوجوده ونشعر بالأمن والأمان على مستقبل بلادنا وأجيالنا القادمة. نعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التخطيط في عجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية وشكرا لهذه الكلمة.